جماعة الخير في أكثر طور أنا متحمس له مرة. ليه متحمس له؟ لأن هذا الطور يا جماعة عبارة عن جودزيلا القرد العملاق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعت على اليسار خاصية ترانسفورم والتحول، ولو نضغطها عملاق في الماب مو كذا وبس. اسمعوا وش يقدر يسوي. عندنا الخاصية الأولى إنه يمشي، مثال خطي واحد يقط عليه برميل، برميل يدحدر ويطير لي قدامك، هذا رقم واحد. رقم اثنين ارمي موزع على الخط، واحد يدعسها تعسها صايب الصمت، يقول يتزحلق، يقول يتزحلق ما يقدر يوقف، ما يقدر يوقف. وافضل خاصية يا عيال امسكوه، تعال والله ما طلع ريحتكم يا عيال، وارمي امك هنا في الارض اسدحك على طول. جامد يا عيال، جامد جامد. لكن مو كذا وبس يا جماعه، هذا مود واحد. اذا وصل المقطع فوق 200 الف لايك، المود الجاي ما راح يكون فقط كينج كونغ، راح يكون جودزيلا وكينج كونج بنفس الجيم، راح يكونوا الاثنين هذول مع بعض. المهم يا جماعة الخير، تأكد انك حاط لايك وتأكد انك مشترك، وايضا اكتبوا لنا تحت الكومنتات اذا تبغون زيادة مودات. نسلي بالله يا جماعة. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي كروميت اول جيم مو مشكلة، راضي جدا راضي. الان عندي القرد، القرد يا جماعة الخير ايش السلبيات اللي فيه؟ أبقدر اشوفه لانه كبير وبكون اسرع منه، لكن المشكلة الوحيدة اذا شلني، اذا القرد مسكني بيده يا اخوان اول ما يمسكني بيده مالي امل اعيش الا اذا واحد ضرب الاجتماع وانقذني من يده، فهمتوا؟ طيب مين صلح معلو؟ صلح رامي قاعد يمشي ان شاء الله مواطن. قسم بلاد القرد اللي احنا من العصر. يا ما بدنا نتكلم، ما بدنا نتكلم، ما بدنا نتكلم. ياه الله يخرب بيتك. شيء تخوفني اقسم بالله. شفت ايش في صقع كذا بالجدار؟ نروح الكامات. في قرد، قرد منا ولا منا؟ قرد منا ولا من؟ بسم الله. اوكي من لقاها صهيب؟ الو شباب. والله واحد مسكين مفعوس عند المدبيه، شكله مسوي مهام المسكين كاين، وفجاه جاي جودزيلا ودابحه، او مش جودزيلا كينج كونغ. طب انا عندي اتهام على طول. ها شيتا قدام عيني يطلع من المدبي. صح شيتا قابلته بالابر انجن. يلا شيتا دقيقه خلني ابرر. اول شيء انا جاي من ابر انجن، لقيتك احمد قاعد تسوي التاسك فوق، ما قلت ما دخلت المدبي ابدا ولا مريت من عند المدبي. من وين جاي؟ دخلت الكافيتيريا لقيت، انا جايك من السكيورتي، دخلت الكافيتيريا لقيت مالو كان جاي جهه المدبي. كاذب. اسمع كاذب من المدبي. اسمع تحولت شيتا، طلعت على حقيقتك، تحولت على عملاق، رحت طعنت بالمدبي، جيت تحت بالورنجن. يعني ام القهر لا تقول عملاق. ها تكلم. اسمع طيب، جاي من الابر انجن، مريت دخلت الكافيتيريا، لقيت معلو جاي من الكافيتيريا دخل المدبي، لا شوي الصهيب مسوي ريبورت من المدبي، ما ادري من اللي موجود في المدبي. اعطيكم من الاخر اتهام مباشر. لا 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 معلو، هدي هدي هدي. لا لا هدي هدي. لا لا شوف شوف شوف، احنا هلا بنلعب لعب اصول، هلا احنا 8 اوكي طلع من البدايه حرام. دقيقه معلش معلو، كيف تتهم اتهام مباشر يا احمد؟ تذكر من نلعب بوسيف الكتريكال، من اللي جانا من اليسار؟ تاستك 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 معلو، هذا ثيرد امبوستر في اي لعبه من الالعاب، فلذلك انت بس اسمع منه. اجتهاد شخصي. لا هو ركان يتنافسون على ازمه الامبوستر في مركز الاشتراك. ركان ومعلو الاتهام مباشر، معلو الاتهام المباشر بس يذبح قدام عينك، لا تجرطني. والله يا المهام اكثرها يا جماعه، وش ذا؟ جيتا مو مريحني. ها ها شو المهم هذه جيتا؟ اشوف معلو معلو وقف وشغل الكهرب يا حيال هاري اكثر. معلو معلو يا معلو تكفى لا تطرطني. معلو يا معلو معلو يا معلو معلو يا معلو معلو يا توستك صايع. توستك 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 يا عيال قتل قدامي، يا عيال القرد قتل قدامي يا عيال. تاستك تاستك اسالني اسالني انا وين؟ اسالني انا وين؟ اسالني 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 تكفى هدوء. اسالني اسالني تاستك انا وين؟ وين؟ انا بالكمات. شفت كل حاجه؟ شفت كل حاجه؟ شفت كل حاجه؟ مسكين
سمعت صياحة بالحقيقة، سمعت صوت صياحة بالحقيقة، فتحت الكمان لقيت القرد ماسك تيتا. يا يا شيخ المسكين ما في قدامي، ما في قدام عيني. طيب طيب اوكي اوكي، تاستك شفت شيء؟ شفت تحول قدامك شيء؟ انت مواطن ولا شيء، فجاه دخل علينا قرد. طيب انا موجود تعرفون في الرياكت اللي صار صادق والراوند اللي فات، وتذكروا انه كان في اتهام مباشر بدايه الجيم من الثيرد امبوستر معلو على ايوه لحظه شيت انا شفته. لا معلو وينك معلو؟ شيت كان يسار طلع من الرياكت توني، يمكن ليف ثانيه. طيب يا جماعه في عندي كلام مهم، انا في عندي كلام مهم اللي هو انا بالادمن باللوك ماسك اللوك شايف واحد في الكاميرا. عيال في واحد نسيناه بال الاوتو، في واحد نسيناه، في واحد هنتر. انت ساكت. ورامي ورامي كمان وسهيب. صايب انت باللوك؟ انا باللوك شايف. شوف ركز معي، شايف واحد بالكامات، واحد كان في بال الاوتو بعرفش اسمها غرفة القيادة هاي تمام، وفي واحد بالرياكتر، وواحد كان في الكافيتيريا، والباقي مختفي. طيب شكلهم بالسيف. هنتر وينك؟ انا ببري. انا الراوند الاول كنت نايم مع سعد. الراوند هذا يا هنتر. طيب الراوند ده شو اسمه الرياكتر؟ لا هذه ما حبيتها صراحه. لا في واحد بالرياكتر، في واحد حبيبي الرياكتر كانوا في ثلاثه، كنا في اربعه انا وسعد ومدري مين. والله ما شفت زبده. تبون الزبده يا عيال؟ اعطيكم الزبده. تاستك بريء مع كف تمام. هنتر ما شفته، رامي ما شفته، صهيب ما شفته، الثالث هذول ما شفتهم. معلو مستحيل انه يكون بسرعه، مستحيل معلو يكون بسرعه. ففي صهيب وفي رامي وهنتر، الله ولي التوفيق. تخيل يطلع الموشن عليهم يا عيال. تكفون رامي رامي رام رام. ها انا كنت تاستك امسك يدي بيدك، تاستك تاستك يدي بيدك، تاستك امسك سروالي وامسك سروالك. انت مواطن مستحيل انك القرد. صايب اللي بيدك هذا ارمى. صايب معليش انت حاولت، لكن تيتا يده باقي معك. اقسم بالله جلطني يا عيال قبل شوي صايب المسكين، قلتش عليه ومسوي ديبن ما يدري عن شيء ضعيف. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي رامي لا طلع ما يد ابران. احمد دقيقة، هو خذ موزة يبغى يصفقني فيها، واضح انه سوح القرد. القرد سوح 100%. طيب اوكي انا شفت مين عندي. اصبر يا عيال، اللي كان عندي انا وراكان. من معنى راكان ذكرني؟ هنتر. انا هنتر هنتر. لا انا تاستك، انا كنت في الكاميرات شفتكم، شفت العيال وداهمكم في النص جايكم عند السيف الادمن. طيب اوكي، انا وهنتر وراكان كنا مع بعض. انا باقي اتفق لتاستك انه في الكاميرات، لاني انا نزلت من عنده ورحت الكتريك. انا مرت وينتر. انا مرت يا عيال اقول لكم، ناس ما شفتهم في الكاميرات ابد، صهيب رامي شيتا سعد، ما بقيت احد. الله يعطيك العافيه. ما بقيت احد. واحد لا تنسى حد. طيب باقي صهيب وراكا، صهيب ورامي وشيتا. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا سكيب. باقي رامي باقي رامي باقي رامي. حرام عليك حرام عليك. ما شفتك. حرام عليك. انا بالرياكت ما شفتني. وين بدايه الراوند؟ ترى ما ادري كان في 30 ثانيه تخزي يا عيال. اذا القرد اذا القرد شل خويك وانت قريب من الكافيتيريا، اضرب ام الطاوله انقذ حياته. هنتر هنتر مو مطمني. ما خذه، ما تاخذني، خذه خذه. لا لا الله مشتي. ما تاكوا ابراهيم. إذا القرد شل خويك وانت قريب من الكافيتيريا، اضرب ام الطاوله انقذ حياته. تاكوا ابراهيم.
الله يسعد امك يا ابراهيم يا رجال. لا لا رامي بونس رامي بونس بونس بتكلم بتكلم رامي بونس 50% الراتب الجاي هذا رقم واحد تمام ابراهيم ركز معي ابراهيم ركز معي عليك وعلى شكلك اضرب اشتباك جاي ماسكني والله والله رامي اسرع مني هو طيب يا ايش السالفه يا اخي صاير كالاتي انا وابراهيم كنا بالالكتريك حلو كان معانا سعد طلع سعد بقيت انا وابراهيم دخل القرد ابن اللي ماني قايل خلى ابراهيم شالني انا يعني هذا واحد يبغاني انا بس اوكي مين يبغاني هنا مين يبغاني عندنا ركان رقم واحد هذا لازم 100% عندنا مين عندنا سعد رقم اثنين اختصارا الموضوع ازبز الكلام تبون ننهي الجيم سعد امبوستر نصوت عليه نطلعه اذا ما طلع هو انا مستعد بعدها تطلعوني مباشره يا انا اقول لك ليه ابغى اقول لك ليه سعد سعد ها بقول لك انا اقدر اكد كلامك تدري ليش الراوند اللي قبله انا عديت لك اربع اسامي واحد منهم اكيد قرد صح يا عيال انا ما بيني بين عدا ولا شله سعد سالت سؤال قبل شوي سالت سؤال شككتني فيك مره قلت ليش ما مات يعني انت قرد سواح وبتلقم القم يا سعد هذه مني وخذ هذه مني صوت 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 بالله بشغل نغمه من زمان شغلتها من لا النغمه من زمان عنها او حذفتها صح بحط شيء بدالها لقم الله اكبر اللهم لك الحمد سهرتنا الليله خلوها صباحي احي احي هلا بفايز الشيخ نروح كالعادة يا جماعة المكان المعهود للتحول هنا حبة قرد طاقات يبغى تكمل طاقات يبغى تكمل في حد داخل انا ابغى الزاحف اللي بيدخل علي يا شباب ابغى الزاحف اللي بيدخل علي ابغاه تعال مدبي تعال ابغاه اللي بيدخل مدبي ابغاه وينك تعال هلا معلو هلا بالشيخ هلا بالشيخ تعال 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 وين اوديك وين وين اوديك علمني وين قفل الباب بسم الله الرحمن خذ هذه يلا سلام ارجع طبيعي يا ابو حميد ارجع طبيعي ادخل فنت تعال تحت اطلع من هنا ولا كنا صار شيء اسلاك ها طيب راكان خلنا ندخل مع راكان هنا داخل ابغى يدخل سكيورتي راكان ابغى يدخل سكيورتي راكان تقفل علي الباب ابغى اروح اسلم عليه سكيورتي لا تعال 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 لا عزمك اليوم على يعني ممكن معلو مره ثانيه بحط مزيل عشان ما حد يجيني وطحن ابوه موسنا عزالو عزالو طبيعي ادخل البنت ارجع طبيعي ارجع طبيعي ارجع طبيعي ارجع طبيعي الله لا يوفقك من طرحت ما انطرح لا سوي زاحف خذ هذه مني بلغت ما بدي اسوي ريبورت ولا ايش؟ بالمستقبل ترى اللي ابن امه يدخل يسوي ريبورت يا عيال انا مطرع انا مطرع والله مطرع اها انا حاط ميوت من اليوم والله اني اتكلم قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله السلام على من اتبع الهدى والاحسان يا جماعه الخير لازم نتكلم عن اللي صار في عندنا اربع جثث هذا واحد شيء ثاني احنا كنا اربعه او خمسه عند الميد باي مع بعض الله عليك يرمي سودري قاعد يرمي علي قاعد يرمي قاعد يرمي موز وين؟ يا عيال اتوقع شكله معلو شكله معلو يا عيال انتم كلكم عيال موجودين برا ما في الا بس احمد هو المختفي يا عيال احمد القرد واضحه يا عيال يا عيال بلا خل انا جنبكم بالسكيورتي تكفون يا عيال صدقوني يا عيال والله الصراحه والله الصراحه والله مره ما تمشي انا انا انا
هنا انا اقول لكم انا هنا ما قدرت اسوي شيء. اربعه قدامي يتمشون مو قاعدين، ماني قادر اصدهم ولا اني قادر اذبحهم، ما قدرت اسوي شيء اقسم بالله. قاعد يرمي مجتهد بالموز وبس قاعد يرمي موز واحط برميل وطن هذا واشيل هذا، وابراهيم داخل عندي داخل ورامي قاعد يقط عندي رامي، مو خايف مني، مو خايف على حياته. فاكت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب العباد، اللهم لك الحمد يا رب العباد، اللهم لك الحمد يا عيال. اقسم بالله لو تدرون قديش قاعد احاول انه يجيني مره ثانيه، قاعد احاول مره لازم اجيب عيد. انا خلاص الجيم الاول مره ضايع ما اعرف شيء، غير كذا اني طرحته بريال. بعيد نفس الحركه يا جماعه وان شاء الله ما عليكم. في كمات شافني في الكمات. قفل الورنجن بسم الله، خذ هذه مني. اسمع دخل منت عيال، لا يطلع لي. ارجع مواطن طبيعي يا ربي لك الحمد. وتو القرد القرد كم مات واحد ذبحه انا ابراهيم ذبحه بس القرد بشحمه ولحمه دخل بنت نعم لا كذاب لا هذه قويه اي بنت اي بنت ما يجي يقول يدخل بنت يا ركان الحين دقيقه ما نعرف وين مكان الجثه ما شفت ما قلت لنا من جد الا مكان الجثه في المدبي في المدبي يا اخوي دراك معلو دراك انا شايف كمعي تجلطني يا ابو شعير. طيب اماكنكم انا ستوريج الان بالضبط ستوريج انا ادمن انا مدبي انا نافيجيشن على يمين حالي ادمن مين اللي يقول مدبي انا وين الجثه ابراهيم الجثه في المدبي اي في المدبي وكان معلو معك إيه دخل معي. طيب كم بالمية ضام الركان لما يسوي شو؟ لا ركان شفته في السكيورتي. طيب اوكي يعني على ركان مهرد قاعد يركض انا معي ركان كنا في السكيورتي والقرد كان. طيب يلا حقه عندكم اتهامات شو نسوي سكيورتي. انا كنت في الويب بسوي داونلود ما شفت احد عندي. انا اللي قاعد اشوفها الان تصديم. طيب سكيب تصديم سكيب بدل اعطيك والله سكيب بس برضه ركان شك يا عيال راكان ولا ابراهيم لازم اطير واحد منهم وشكلي بطير راكان. صلح قدامهم مواطن بريء اصلح انا. ها لا تخاف تاستك انا ادري انك خايف مني. ها قدام عينك صلحت شفت بس حتى لو اصلح ما راح يضمنوني اعرفهم. اللي تاكل بالكاميرات هو اكثر واحد منهم. ابراهيم الحاله هنا صح شافني ما شافني. سعد ازيك يا سعد؟ يا ويلي عيال يا ان ابو زهره يا ان احمد حلو ليه لا تصدم ليه ابراهيم ما تري بوت ورا بعض تكلم اوكي كنا في الكافيتيريا انا رحت على اليمين وابو زهره واحمد راحوا على اليسار انا ما رحت يسار هدي شوي. اول ما قابلت ابو زهره راح مدبي انا نزلت جهه الستوريج شفته قدام عيني تمام. رقم 2 انت اللي ابراهيم باقي بالكافيتيريا لحالك لا تقط اتهامات على 2 بالطريقه. يا عندك حجه مبرره انك شفت قتله قدام عينك يا انك تشرح لنا بطريقه انا شفت القرد قاعد يقتله قدام عيني رمى عليه صندوق وذبحه. يا صندوق ذبحه من القرد صندوق ذبحه وين ذبحه الصندوق ما يذبح يا ابراهيم عند الطفل سؤال ابراهيم ممكن تكون سلف يا جماعه انا هذا سؤال ابراهيم وش سؤالك ليش سؤالك صص على تاسك واحمد بالضبط عشان كنا بالكافيتيريا بس غريب عشان كنا بالكافيتيريا قال صص. طيب ترى عادي القرد يمدي يتحول باي وقت يا ابراهيم مو مريحني انا ابراهيم شفت معلي وراكان كيف دائما ثيرد امبوستر انت الحين قاعد تتفوق عليهم نهدي شباب ابو زهره اشتغلني انا عندي اقتراح شباب يسمعوني ابو زهره اسكب من مدبي حبيبي حط صص ما تصدم فيك كذا كثير مدبي دقيقه ابو زهره دقيقه يا القط مثل ما صدم فينا ذا هنتر تكفى شيله واخبط باب كل الجدران لا ما تحطه فيني طيب هدو خلاص صص ماله يلا ميوت. طيب تاستك عليه سس ابن لذينه تمام مره بمصلحتي السس اللي على تاستك مره بقفل الابواب هذه وبطاقاتي تمثلي ثواني بطاقاتي تمثلي يا عيال لا طيب عشان ما اجيب عيد زي قبل شوي
ثم انا برجع مواطن طبيعي ارجع طبيعي. نا 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 من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بطايق الالكتريك يا 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 تعال بطلع 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 يا ابراهيم ثلاث مرات لا 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 بالله حرام عليكم تلوموني يا عيال انا ما افهم شيء. ذا هنتر مون بوستر ابراهيم دخلني انا بساره خليه يتكلم تفضل ابراهيم اسمع ابراهيم اسمع 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 انا وصهيب حلو صهيب اللي مات صح ايه انا وياك كنا في شو اسمه الكتريستي حلو انا طلعت ورحت ارمي زباله ايوه ايوه وشفت احمد دخل هناك دخل احمد هناك وين دخلت رجعت ذيك الزاويه وين دخلت وين دخلت مقفره وين دخلت وين دخلت وين دخلت دخلت الكتريستي الكهرباء انا ايه ادخل الكهرباء كذاب انا برياكتر ايه انا الان اقول لكم صادق يعني انت وين يا احمد انا كنت برياكتر انا برياكتر يا عيال دقيقه دقيقه دي طيب دقيقه تاسك تاسك طيب اسمعني 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 تاسك اسمعني ركز معي اول ما بدا الراوند دخلت الرياكتر طلعت منه شفت الكاميرات ما في احد جيت ابي ارجع الريبورت جاء دخلت على الرياكتر انت وينك برياكتر وينك انا قاعد اسوي مهمه الارقام طيب الارقام ما بتشوفني اكيد يا حمار يا زهراني ما بتشوفه يا يا عيال اسمع اقول لك شيء مرضو يا عيال والله يا استغفر الله ما بحلم ما بحلم بس انا بقول لكم احمد دخل هو شافنا الاثنين شافني انا وصهيب هو عرف اني بذبح صهيب لاني لو انا تكلمت ما انتم تصدقيني بالضبط تصدقوني لا 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 لحظه 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 طيب صبر صبر طيب طيب بتكلم اوكي اسمحوا لي اتكلم اسمحوا لي اتكلم تمام اسمحوا لي اتكلم ركان مو اي واحد انت تركض وراه هي البقره هذا رقم واحد اوكي رقم اثنين خليني اخلص خليني اخلص خليني اخلص خليني اخلص تمام خليني اخلص ابراهيم الراوند اللي قبل هذا قطيت اتهام على تاستك مفجع مره تمام الراوند الثاني هذا تاستك انت ما تكلمت قلت انا ما شفتك برياكتر كان ما شكوا فيني العيال اذا انت ماسك مهمه اكيد ما بتشوفني ابراهيم كيف تقول انا كيف تقول اني انا بالالكتريك يا ابراهيم كيف تقول هذا معناته اتهام مباشر عيوني لا 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 تشككني فيك الله يرضى لي عليك هجوم ركان خليني ابعد سوس منك خفيف بسوي سكيب وغير كذا ابراهيم كان اصلا معي لا لا حرام تاستك انت الوحيد اللي ممكن تصدقني حسيت بشعور الراوند اللي قبله شوف شوف الصوت حقي الصوت حقي وين حطيته شوف شوف ركان صوت على هنتر يا عيال ركان حسيت اقسم بالله العلي العظيم حسيت فقرت 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 تكفى لا 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 تفز عليك تفز عليك يا رب يا رب يا رب اي واحد يسوي ريبورت تكفى تكفي يرحم والديني يا رب تكفى تكفى لا يا عيال عيال قلت تكفى يا كفى تكفى يا حد يساعدني Let's go! Let's go! يا ربي الجيم! يا الله! يا الله! يا ربي الجيم! يا الله! تاستك ليه ما سويت ريبورت؟ تاستك ليه ما سويت ريبورت؟ ليش؟ اسوي ريبورت على مين؟ الجثة اللي كانت عند السود سرج ما شفتها! ما في غاز! ما في شفتها! شوف كنت كبير يا
يا الله ما ادري الجيم كذا كيف انت اقسم بالله. طيب يا جماعه الى هنا وصلنا للنهايه، اقسم بالله ان من اجمد الاطوار اللي موجوده في امونج اس. اذا تبون تشوفون جودزيلا وكينج كونغ مع بعض لا تنسون من اللايكات والاشتراكات واكتبوا لنا تحت بالكومنتات. الله يعطيكم العافيه ولا تنسون تتابعوني، ترى انا الان مسافر، تابعوني بالسناب يا جماعه. انا مسافر جورجيا معي رايد والشيخ نايف وقاعد احرق سنابات، سنابي تحت او طلع لكم على الشاشه، ضيفوني وصلوا على محمد واكيد في النهايه اس 6 بي كمان الكريم. جيش السواحات نسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.